يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند، أولى حلقات السنة الميلادية الجديدة 2021. كل عام وحضراتكم بخير، وبإذن الله بإذن الله تكون سنة سعيدة على كل الأمة العربية وكل المصريين والأهلوية كمان في كل مكان، وإن شاء الله تكون سنة جديدة حافلة بالألقاب والإنجازات والبطولات للنادي الأهلي بإذن الله تعالى. النهارده حلقة مهمة جدا، هنتكلم فيها في بعض التفاصيل الهامة سواء تتعلق بمباراة الأمس وتعادل الأهلي أمام فريق وادي دجلة، وهنتكلم كمان في بعض الأخبار المحلية والعالمية، وقبليهم طبعا كل الأمور الجديدة اللي بتتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي. تتواصلوا معنا النهارده من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وسؤال الحلقة ايه هي امنياتكم للاهلي في عام 2021، وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الاخير كما هو المعتاد من حلقه الترند النهارده. لكن دايما البدايه بتكون باهم العناوين. نشوف في ترند الاهلي، الفريق الاول راحه من التدريبات اليوم. الترند المحلي، تعديل مواعيد الدوري بسبب مونديال اليد. أما في الترند العالمي، تأجيل مباراة فولام وبيرنلي بسبب كورونا. ماتشات كتير النهارده في مختلف الدوريات، خلينا نبتدي بالدوري المصري، والنهارده مباراة وحيدة اتلعبت حتى الآن ما بين سموحة وسيراميكا كليوباترا، انتهت بالتعادل السلبي 0-0، أعتقد دي رابع مباراة في الدوري هذا الموسم تنتهي بهذه النتيجة. طلع الجيش بيلعب في هذه اللحظات أمام الاتحاد السكندري مباراة قوية جدا، وابتدت بالتحديد الساعة 5، ومباراة السهرة النهارده في الدوري المصري هي مباراة إنبي والزمالك الساعة 7:30 أيضا من ضمن المباريات المهمة. الدوري الانجليزي في عدد ايضا من المباريات في الجوله ال 16 تحديدا، توتنهام فاز على ليدز يونايتد في مباراه ابتدت الساعه 2:30، 3-0 لتوتنهام، الدربايلرد جاب الجون الثالث وسون الجون الثاني وهاري كين الجون الاول من ضربه، هاري كين ثنائي رهيب في الحقيقه في الدوري الانجليزي. كريستال بالاس بيلاعب شيفيلد يونايتد في مباراه بتبتدي في هذه اللحظات ايضا، والتعادل ما زال سلبيا، وبرايتون هيلعب الساعه 7:30 مع ويلفرهامبتون، والساعة 10 بالليل ويست بروميتش ألبيون مع أرسنال، مباراة أيضا مهمة للفرقتين في الحقيقة. الدوري الأسباني في عدد من المباريات، فيا ريال مع ليفانتي، مباراة انتهت 2-1 لفيا ريال، ريال بيتيس الساعة 5:15 مع إشبيلية، ختافي مع بلد الوليد الساعة 7:30، وبالليل الساعة 10 ريال مدريد مع سيلتا فيجو، من ضمن أيضا المباريات الهامة لكل عشاق ريال مدريد. دي أهم وأبرز المباريات في مختلف الدوريات حول العالم. لكن في كلام كتير جدا بالتحديد عن مباراة الأمس وبعض الأخطاء اللي حصلت في هذه المباراة تحديدا في اتجاه التحكيم، هنتكلم عنها بشكل مفصل وهنشرح كل حاجة وهنوضح لحضراتكم كل ما يتعلق بهذه المباراة، بس استنونا بعد الفاصل. خش لي بقى كده على طول بإيه، باللقطة بتاعت بيكهام في مباراة امبارح وضربة الجزاء اللي ما اتحسبتش، وانا مش عارف ازاي ما اتحسبتش بصراحه. يعني جمهور الاهلي زعلان، حقه طبعا يزعل، بس انا هوري حضراتكم جمهور الاهلي زعلان ليه دلوقتي. هي دي ضربه جزاء ولا مش دي ضربه جزاء؟ اهو يعني عايز افهم اي حد، ده بشهد بقى ايه كل خبراء التحكيم. امبارح بعد الماتش قلت يمكن الواحد ما بيفهمش حاجه في الكوره يعني، او ما يعرفش حاجه في قوانين اللعبه مثلا يعني، يمكن هو عادي نتعلم، لكن لما قعدت الف كده على القنوات والناس بتحلل والفقره التحكيميه بالتحديد وكلام من ده، الكل اجمع كله قال لك ضربه جزاء واضحه ووضوح رهيب. طيب ما اتحسبتش ليه؟ هل انا دلوقتي بعلق شماعه التحكيم؟ لا، انا جاي لكم في الكلام دلوقتي، استنوني كده واحده واحده. انا عايز اعرف ليه الكره دي ما اتحسبتش. لو ما فيش فار هقول لك ماشي، يمكن الحكم ما خدش باله، وارد بتحصل، لكن هي الكارثه الاكبر ان في فار. طب هو الفار بيطبق على انديه وانديه لا؟ يعني الفار ده لكل انديه الدوري ما عدا الاهلي؟ هي معناها كده، ملهاش حل غير كده. انا هنا مش بلوم بقى على احمد الغندور حكم المباراه امبارح، لا، انا بلوم على الناس اللي نايمه في غرفه الفار. لا، خلي اللقطه شويه بيه بقى، عشان بس ايه واحنا بنتكلم كده تبقى واضحه. انا بلوم على الناس اللي في غرفه الفار. هو الطبيعي ان الحكم لقى الناس ما كلمتوش في غرفة الفار، قالوا له تعالى شوف الكرة دي، فالراجل هيكمل هيقول انا قراري كده صح. طب الناس في الفار ما كلموهوش ليه؟ ما تواصلوش معاه ليه؟ قالوا تعالى بص اللعبة دي فيها شك،
يا عم رجعها، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ فالموضوع غريب جدا، يعني ماسك ايده بيقول له خد تعالى هنا اقع. بيلين بيقول للحكم اديهم بيلين، يعني هو الكسندر اللي هو امير عادل بيقول للحكم اديهم بيلين، هي ضربه جزاء. ليه ما تتحسبش؟ ازاي دي مش ضربه جزاء؟ ازاي؟ ده سؤال دلوقتي، ازاي دي مش ضربه جزاء؟ ارجع لي بقى يا بيبو. هو الاهلي عنده كام بطوله دوري؟ 42 صح؟ الاهلي عنده 42 بطوله دوري. لو انتوا عايزين البطوله دي لنادي معين او لاي نادي غير الاهلي قولوا لنا، نبقى عاملين حسابنا، بس مش فارق معانا. طبعا جمهور الاهلي عايز كل بطوله ياخدها وكلام من ده، لكن انتوا عايزين تاخدوا البطوله دي اديها اللي انت عايزه، بس نبقى عارفين كده هيئين نفسنا بقى، نبتدي ان احنا ايه نركز على البطولات الثانيه اللي احنا ما شاء الله لا قوه الا بالله فزنا بيها كلها السنه اللي فاتت. فنبقى عارفين مفيش مشكله، احنا لو قعدنا وزعنا بطولات الدوري كلها على الانديه هيفيد، مش هنوزع الدوري الممتاز بس، احنا هنوزع على القسم الثاني والثالث كمان. لكن الموضوع بصراحه امبارح كان غريب جدا، ضربه جزاء واضحه وضوح الشمس، مفيش اثنين يختلفوا عليها بمختلف انتماءاتهم، بمختلف انتماءاتهم، ما ينفعش ما تتحسبش. فلازم يكون في وقفه في الحته دي بصراحه، ولازم ان يكون في مراجعه لقرارات الحكام، بخلاف بعض القرارات اللي كانت اثناء المباراه اللي كانت غريبه شويه من احمد الغندور. لكن دي ابرز لقطه بالنسبه لي، ابرز لقطه لو في لقطه يا جماعه يا ريت تفكروا، لو في لقطه تانية زمايلي في الاعداد قولوا لي ونزحها ونتكلم فيها. فالموضوع بقى غريب يعني مش الحكم بتاع الساعه، لا ده كمان حكام الفار. فعايزين البطوله دي، احنا عندنا افريقيا بنركز فيها، عندنا كاس العالم للانديه باذن الله مقبلين عليه، عندنا السوبر المصري والسوبر الافريقي، كل دي بطولات الاهلي ان شاء الله باذن الله مركز فيها، وربنا يا رب يكرمنا رغم صعوبه كل هذه البطولات، لكن ان شاء الله الاهلي ربنا يكرمه ويفوز بمعظمها باذن الله يعني باذن الله. لكن الاسلوب بقى غريب جدا، وواضح ان كده هنبتدي بقى نشك في حاجات كتير يعني، وهنتابع ونشوف الفتره اللي جايه. اخطاء التحكيم وارده، وارد اخطاء الحكام وارده، ما فيش مشكله، حلو، موجوده في كره القدم. لكن لما تكون لقطه لازم ترجع فيها للفار وما ترجعش، تمام، يبقى في حاجه غلط، في حاجه غلط. ادي دي قصه ايه الكره دي واللعبه دي تحديدا يعني. انا بقى عايز اتكلم على الفرقه، فرقتنا احنا الاهلي، وناس كتير يعني مش عاجبها الاداء وبتنتقد بعض اللاعبين وكلام، حق جمهور الاهلي يزعل وحقه يتضايق، بس انا برضو يا جماعه عايز اقول لحضراتكم حاجه، انا عايز اقول لحضراتكم حاجه. بداية فريق وادي دجلة فريق محترم جدا، مميز جدا، فريق رخم بلغة الكورة يعني في الماتشات الكبيرة صعب، المباريات كلها بنكسبها بصعوبة معاهم وكده، فريق محترم، إمكانيات كويسة ومدير فني كويس وحاجة رائعة يعني، وحارس مرمى ما شاء الله عليه عمل مباراة كبيرة قوي امبارح يعني، لولا عبد المنصف الأهلي كان كسب امبارح 2-3 مستريح. فده مؤشر يقول لك إن الأهلي ما كانش وحش امبارح، كم الفرص الهائلة اللي ضاعت، ما كانش فيه توفيق، بالاضافه للغيابات، الغيابات عدد كبير جدا 11 لعيب. تعالى اقول لحضرتك كده عندنا كام لعيب غايب، كل دي مش مبررات بالمناسبه، انا جاي لك برده في الكلام. رامي ربيعه، عمرو السوليه، كهربا، قفشه، مروان محسن، اكرم توفيق، هاني، طاهر، اجاييه، ناصر، جيرالد، 11 لعيب غايبين، عدد كبير، فرقه يعني انت عندك فرقه بره مصاب كورونا بقى واصابات عضليه يعني مختلف الاصابات، اغلبهم طبعا كورونا يعني. فدي برضو من ضمن الاسباب اللي ادت للتعادل امبارح. لكن في كل الاحوال، في كل الاحوال الفرقه اللي لعبت امبارح دي وحشه اطلاقا، لاعبين يعني مش زي الاساسيين، لا كلهم اساسيين، بدليل تصريحات موسيماني، وانا عاجبني قوي الراجل ده بصراحه كده، مزجني في تصريحاته بصراحه يعني من الاخر. بيقول لك ايه؟ بيقول لك احنا في غيابات وكلام من ده، لكن الفرقه اللي معانا فرقه كويسه في الملعب يعني، احنا مش يعني الراجل مش عايز يهز ثقه الناس اللي لعبت في نفسها، ذكي جدا في تصريحاته. لكن في نفس الوقت ارجع لمرجوعي، انت مش بتلعب لوحدك في الدنيا يعني، انت في الدوري هنا السنه دي الدوري ما شاء الله يعني حاجه كويسه جدا، فنيا ممتع، ممتع، فرق كلها جاهزه بدنيا وفنيا وتدعيمات وكل حاجه حلوه بصراحه. فالاهلي الاهلي مش هيكسب كل الماتشات، ومش هيفضل ماشي، نتمنى طبعا يكسب كل الماتشات، لكن هي دي كره القدم، مفيش فريق هيكسب كل الماتشات ولا مش هيتعادل مثلا، لا دي كره القدم وده طبيعي جدا. انت تزعل لما يكون في تاثير مثلا،
في تأثير من أي لعيب من أي حد في الجهاز الفني الكلام، لا الواضح إن مفيش أي تأثير من أي حد. عملنا ماتش كويس، ما كناش موفقين، فرصة محمد شريف اللي فرصة علي معلول، فرصة بدر بانون، يعني تألق عبد المنصف، وده وارد في كرة القدم عادي جدا. لكن بصراحة يا جماعة، بصراحة اللي مش عادي إن إحنا بقى إيه، الأهلي اتعادل النهارده. تعال بقى نشوف بقى مين اللعيب اللي كان وحش إمبارح، تعال نشوف مين اللعيب اللي كان وحش، وامسك بقى قطع فيه البعض القليل جدا 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 والصغار في السن شوية، وكامل الاحترام ليهم ما فيش مشكلة. لكن الكلام على إن مثلا حسين الشحات، حسين الشحات لازم يفوق، حسين الشحات وحش، حسين الشحات، يا جماعه طب ما احنا خلينا ناخدها كده بالعقل. يعني احنا دلوقتي كاهلاويه مثلا، جمهور الاهلي مثلا، هو حسين الشحات عنده امكانيات كويسه ولا ما عندوش؟ عنده امكانيات كويسه. حسين الشحات لعيب جيد، ممتاز مش جيد. حسين الشحات المباراه اللي قبل دي كان عامل ايه؟ ماتش الاتحاد وهو راجع من الاصابه عمل ايه؟ نزل الراجل بدل طاهر، عمل اسيست وجاب جول، وبعدين الراجل ريحه في الشوط الثاني وطلعه بقى عشان لسه راجع من الاصابه. يعني عمل ماتش حلو قوي الماتش اللي فات. حسين الشحات من ضمن ابرز اللاعبين اللي ساهموا في بطوله دوري ابطال افريقيا. حد يختلف على دي؟ ما حدش يختلف على دي. الكره اللي زي دي مثلا يقول لك كان لازم يباصيها، كان لازم، طبعا كان خيار من الخيارات ان هو يباصي مثلا وكانت فرصه احسن. لكن اللاعب ما شاء الله ماشي معاه له فتره في الكور اللي زي دي، بيرقص الاول والثاني وهوب يحط الكره في الجول. وبتحصل، ممكن تبقى موفق وممكن ما تبقاش ايه؟ موفق. فبالتالي هل هو ده الامر الايجابي واللي هيكون في صالح الفرقه ان لما الاهلي يتعادل ماتش نشوف لعيب نقطع فيه؟ لا، ده مش منطقي بصراحه، ده مش منطقي. حسين لعيب كبير جدا جدا، ومش معنى ان هو مش موفق في ماتش يبقى ان هو لعيب وحش ولازم يبقى فيه وقفه. ممكن ننتقد حسين شويه، ممكن نحاول نفوقه شويه، بس يعني بطريقه، وانا برضو بتكلم على البعض، الغالبيه العظمى طبعا متفاهمين جدا وعندهم قدر كامل من الوعي اكتر مننا كمان في كيفيه مسانده النادي الاهلي، يعني ده امر مفروغ منه. لكن في نفس الوقت يعني واحده واحده على لعبتنا، خصوصا ان هم عندهم رصيد جيد. الناس جابوا لنا السنه اللي فاتت دي، الموسم اللي فات ده، ثلاث بطولات ثلاثيه ما اتحققتش بقى لها فتره، ابرزهم بطوله دوري ابطال افريقيا في نهائي القرن في ماتش مع الزمالك، وعملنا حاجه كبيره جدا وانجاز كبير جدا. فواحده واحده عندنا الامكانيات موجوده، عندنا مش فرقه واحده، عندنا فرقتين ثلاثه موجودين مع تدعيمات والتر بوليا، مهاجم ممتاز واختيار صائب جدا جدا من المسؤولين في النادي الاهلي والجهاز الفني. فبالتالي واحده واحده الامور هتبقى كويسه، وهي الامور اصلا كويسه. هو ماتش تعادلنا فيه وارد جدا في ظل الغيابات، في ظل عدم التوفيق، في كل هذه الامور ان انت تتعادل، تالق الفريق اللي قدامك، ده امر طبيعي جدا، خصوصا ان الدوري السنه دي صعب للغايه. فدي بعض الامور بتتعلق بمباراه امبارح، مش نهايه المطاف ابدا ابدا. ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق في ما هو قادم من المباريات ويعود للانتصارات باذن الله تعالى. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نكمل كلام، نستنى. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب اللي جاي ايه بقى بالنسبه للنادي الاهلي؟ عندنا مباراه مهمه جدا في اياب دور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا باذن الله يوم الثلاثاء اللي جاي على استاد الاهلي والسلام، وهي مباراه الاياب امام فريق سونو ديب بطل النيجر. احنا كنا كسبنا في مباراه الذهاب بنتيجه 1-0 هدف اليو ديانج، فبالتالي مباراه غايه في الاهميه، يقدر النادي الاهلي ان هو يحضر من خلالها ان شاء الله تعالى لمباراه سيراميكا اللي هتكون ايضا صعبه، واللي تعادل النهارده مع سموحه وهتكون مباراه يوم الجمعه اللي جايه. لكن الاهلي دايما بياخد كل مباراه على حده، وبياخد كل بطوله خطوه خطوه حتى يصل لهدفه. فبالتالي خلينا نطمن حضراتكم على الفرقه بعد مباراه امبارح. النهارده راحه للفريق لمده 24 ساعه، اليوم كله راحه، مفيش تدريبات خالص، وبكره باذن الله يستأنف الفريق تدريباته استعدادا لمواجهه بطل النيجر فريق سونديب يوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى. بكره كمان هيكون في مسحه طبيه لكل لاعبي النادي الاهلي قبل 48 ساعه من مباراه يوم الثلاثاء في افريقيا، علشان يتم الاطمئنان على حاله اللاعبين قبل هذه المباراه. ربما يتم شفاء بعض المصابين، احنا عندنا بتاع حوالي 4-5 عندهم كورونا، ربما يتم شفاء بعضهم ويكونوا متاحين في مباراه سونديب، والاهم كمان ان هم يكونوا متاحين في مباراه سيراميكا. سيراميكا في الحقيقه فريق جيد جدا، يعني عندهم امكانيات مميزه، فنتمنى كل التوفيق بالنسبه للنادي الاهلي. لكن انا في جزئيه مهمه جدا عايز اتكلم فيها مع حضراتكم، وهو امر يتعلق بالتطور اللي حصل، بما اننا يعني دي اولى حلقات ترند في 2021، فانا عايز اتكلم ارجع كده ل 2020 واذكر حضراتكم ونرصد
تطور فريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بخصوص الالقاب والبطولات اللي قدر يحققها والانجازات الرائعه اللي اسعد بيها كل جماهير الاهلي في كل مكان في الحقيقه. فاحنا كنا بنعاني من ساعه مباراه سان داونز لما خسرنا 5 هناك في البطوله اللي قبل اللي فاتت، فالكل كان متشائم جدا والكل قال لك ازاي الجمهور، كان ساعتها في جمهور في برج العرب بيساند الاهلي بعد ما كسبنا 1-0 بهدف ازارو في التوقيت ده، فكان مجموع المباراتين 5-1، فالكل قال لك ازاي الجمهور يساند اللعيبه، لا اللعيبه دي عايزه ان انت تهاجمها جامد وتقطع فيها وكلام من، في ناس يعني استاءت من الموضوع ده. كانت النتيجه ايه؟ لما كان في مسانده وده الوعي المطلوب واللي كان موجود في الحقيقه من جمهور نادي الاهلي العظيم وساند لعيبته وساند كل المنظومه، وايه اللي حصل بعد كده؟ من بعد المباراه دي الاهلي رجع خد بطوله الدوري لاصعب من ضمن اصعب بطولات الدوري، كان فيها منافسه قويه جدا، منافسه ثلاثيه اهلي زمالك بيراميدز، ورغم كل التامرات والتحالفات اللي حصلت على النادي الاهلي لكن قدر النادي الاهلي ان هو يفوز بهذه البطوله. النادي الاهلي حقق بطوله الدوري كمان السنه اللي بعديها بفارق كبير جدا من النقاط وبشكل اكثر من رائع، وكمان قدر ان هو يحقق كاس مصر، وقدر ان هو يحقق اهم بطوله كانت منتظره وكانت يعني غائبه عن النادي الاهلي بقالها فتره، وهي بطوله دوري ابطال افريقيا. فهنا ده ان دل يدل على ايه؟ على مدى التطور الهائل اللي حصل للفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي. حصل تطور رائع لان ناس كتير كانت متشائمه وناس كتير كانت بتهاجم، ومفيش ما عنديش اي مشكله في الهجوم في الحقيقه، يعني عادي ممكن نهاجم، نهاجم عشان نبني ما نهاجمش عشان نهدم، دي جزئيه مهمه جدا والناس مدركه الجزئيه دي كويس قوي. فاحنا بالتالي جمهور الاهلي بصراحه هاجم وبنى وساهم في هذه الانجازات بشكل واضح جدا، وقدر النادي الاهلي ان هو يفوز بثلاثيه السنه اللي فاتت بشكل رائع، ولاحظنا هذا التطور الواضح جدا بخصوص الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي، وده امر يحسب لاداره النادي للاجهزه الفنيه المتعاقبه للاعبي النادي الاهلي وشخصيتهم القويه، لان الاجهزه بتتغير لكن اللعيبه هي اللي موجوده. اللاعب اللي ممكن يكون امكانياته محتاجه بعض التطورات تمام قدر ان هو يشتغل عليها وقدر ان هو يطور من نفسه، فبالتالي قدر ان هو يحقق انجازات ويكتب اسمه في تاريخ النادي الاهلي. لكن قبل كل ده مين بقى؟ قبل الاداره وقبل الاجهزه الفنيه وقبل اللعيبه، الجمهور، جمهور النادي الاهلي اللي دايما بيبقى واقف مع الاهلي في الاوقات الصعبه بشكل اكبر واقوى من الاوقات اللي بيفرح فيها، لان هو بيبقى حابب ان هو يسند النادي الاهلي، هو الدرع والسند الحقيقي دايما جمهور النادي الاهلي. فده تطور هائل في الحقيقه حصل للفريق الاول لكره القدم. لكن تعالى بقى في الباسكت، فرقه الباسكت كانت بعافيه شويه بصراحه، لكن السنه اللي فاتت تدعيمات رائعه ادت لبطولات اروع وانجازات كبيره، فزت على الاتحاد السكندري اقوى فرق الدوري في كره السله وخدت بطولتين، وفي الطايره برضو نفس الموضوع، اليد ما لعبناش شويه لان كان الدوري اصلا مفيش مسابقه يعتبر، كسبت ماتشات وخسرت ماتشات لكن ما كانش في ناتج في الاخر، وانا بتكلم على السيدات والرجال، لكن في الطايره والسله حققنا انجازات رائعه، وده برضو ان دل يدل على ايه؟ على واحد مسانده جمهور النادي الاهلي، وعلى الشكل الاداري المحترم والمميز اللي تم من خلاله اداره مختلف الالعاب داخل القلعه الحمراء، وبالتالي كانت النتيجه رائعه وسعيده جدا جدا لكل جماهير النادي الاهلي. فبرضو انا حبيت ان انا اتكلم مع حضراتكم في مثل هذه الجزئيات التي تبدو للبعض بسيطه لكن هي في حقيقه الامر جزئيات رائعة جدا جدا وإنجازات ممتازة جدا. عايزين ننسى 2020 شوية، لكن رغم كل الصعوبات اللي حصلت في 2020، كورونا والأزمات الاقتصادية اللي مرت بيها كل أندية العالم، كل أندية العالم تأثرت بما فيهم النادي الأهلي، لكن أنت اتعاملت إزاي مع الظروف دي، مع العقبات دي؟ واضح إن الأهلي اتعامل بالشكل الاحترافي المناسب واللي أدى في الآخر للنتائج اللي حضراتكم شايفينها على الشاشة دي في مختلف اللعبات. فوجب الإشادة بجمهور النادي الأهلي، وجب الإشادة بمجلس إدارة النادي الأهلي، وجب الإشادة بكل الأجهزة الفنية لمختلف الألعاب داخل القلعة الحمراء والنشاط الرياضي بكل تأكيد. ولسه يعني جمهور النادي الأهلي دايما طماع، وده أمر طبيعي جدا، هي الثقافة بتاعت جمهور الأهلي، هم الثقافة كده، ثقافة في الحقيقة ممتازة،
ان انت تفضل تدعم، وانت لما تاخد بطوله لا بتنسى خلاص، هم اتعودوا على كده، انت عايز اللي جاي اللي بعده ايه، هتخش في ايه بعد كده. فالاهلي منتظر منه في مختلف المستويات، اداريه ورياضيه وكمان انشائيه، ده في انجازات انشائيه رائعه كمان. وانا عايز وقت بصراحه عشان اقول لكم كل الكلام ده، لكن ممكن الوقت ما يسعفناش شويه، لكن الانجازات الانشائيه كتير جدا جدا. الاهلي قدر ان هو يحقق السنه اللي فاتت رغم الصعوبات الاقتصاديه والظروف اللي بتتمثل في كورونا وما شابه ذلك، كانت ممكن ان هي تاثر بشكل كبير. فالف مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي هذه الانجازات الرائعه في 2020. عايزين ننساها بقى، مش هننسى انجازاتها، انجازات الاهلي فيها، لكن هننسى ظروفها لان ظروفها كانت صعبه، ونتمنى من المولى عز وجل باذن الله تعالى ان 2021 تكون سنه سعيده على كل المصريين، كل المصريين والامه العربيه والاسلاميه في جميع انحاء العالم كمان. ان شاء الله تكون سنه سعيده علينا كلنا. فده امر كان مهم قوي ان احنا نتكلم عنه. عندي بعض الاخبار المهمه، وهي اخبار محليه ولافته جيده، او مش لافته جيده يعني، تفكير جيد من الاتحاد المصري لكره القدم ان هو تواصل مع اللجنه المنظمه لكاس العالم لكره اليد عشان يعرف مواعيد المباريات، بالتحديد مباريات المنتخب الوطني المصري، اللي يا رب بنتمنى لهم كل التوفيق في هذه البطوله العالميه الكبيره. التنظيم اكيد واثق 100% انه هيكون اكثر من رائع، الشكل كل الكلام من ده هيكون ممتاز. احنا بننظم حلو، احنا جامدين قوي في الحته دي بصراحه، فهيخرج بالشكل المميز. هيبقى ناقص بس ان الفرقه او المنتخب بتاعنا يكون حاضر بقوه في هذه البطوله، وليه ما ينافس، عندنا لعيبه كويسه جدا يعني، سواء ده احنا شفنا احنا عندنا منتخب شباب ناشئين ومنتخب الاول في اليد، حققوا بطولات افريقيه وحققوا انجازات جيده جدا، فعندنا قوام جيد. فبالتالي الاتحاد المصري لكره القدم تواصل مع اللجنه المنظمه يعرف مواعيد مباريات المنتخب الوطني في بطوله كاس العالم لكره اليد عشان يتم تعديل المواعيد بتاعه المباريات في الدوري، ان انت لو في ماتش في كاس العالم لمنتخب مصر لكره اليد فالجماهير تتابع الماتش ده وتكون متفرغه له يعني، وتعدل، مش هتعدل في ايام، هتعدل في يعني ماتش مثلا ماتش الاهلي او الزمالك مثلا الساعه 7:30 وماتش منتخب مصر هيبقى الساعه 8، لا هيخلوا الاهلي والزمالك يلعب مثلا بدري عشان نشوف ماتش المنتخب بالليل في كره اليد. فدي لفته ولقطه جيده جدا في الحقيقه من الاتحاد المصري لكره القدم. خليني اقول لحضراتكم كمان ان القيد مستمر ايام العطلات يعني مثلا يوم الجمعه والسبت في قيد، احنا عارفين شهر يناير خلاص ابتدى النهارده تاني يوم في هذا الشهر، فبالتالي فتره القيد الشتويه مفتوحه بعد التعديل اللي حصل اخيرا من اللجنه الثلاثيه. فبالتالي بقى 31 يوم الباب مفتوح عشان تأيد لاعبين. فكان في تنويه مهم جدا من المسؤولين في اتحاد الكرة ان احنا يا جماعه برده شغالين جمعه وسبت عادي، مفيش اي مشكله، عشان لو تفتكروا القصه اللي كانت حصلت بتاعت عبد الله السعيد. يعني دي اهم وابرز الاخبار المحليه. هروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل هنرجع نشوف اخر اخبار الاهلي في ترند الاهلي. يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد. في الحقيقه العزاء واجب في وفاه والده حازم امام الصغير كابتن نادي الزمالك اللي توفت بالامس مساء تحديدا، وترك اللاعب المعسكر بتاع فريقه نادي الزمالك علشان يكون يعني متواجد بجوار والدته يعني، وربنا يا رب يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبر ويصبر الاسره الكريمه. حازم امام من اللاعبين الكبار والجيدين واحد كباتن النادي الزمالك، ربنا يا رب يرحمها ويغفر لها، وخالص العزاء في وفاه والده حازم امام كابتن نادي الزمالك. طيب خلينا نروح لترند الاهلي، وفي اخبار كتير جدا بتتعلق بالفريق واخبار كلها في الحقيقه مهمه قوي. اهم هذه الاخبار واولها بطل افريقيا جاهز، ده الحساب الرسمي للنادي الاهلي على فيسبوك، واللي كان بيعلق على يعني بوست لحساب كأس العالم للأندية على الحساب الرسمي، واللي بيقولوا in one month we do it all again، يعني خلاص خلال شهر واحد كأس العالم للأندية وكل هيكون متواجد في هذه البطولة. فبطل أفريقيا قال احنا جاهزين اللي هو النادي الأهلي. طبعا البطولة هتبتدي في 1 فبراير
باذن الله هتقعد لمده 11 يوم ان شاء الله. الاهلي يقعد لغايه اليوم رقم 11 باذن الله تعالى. لكن خلينا نروح لليوم السابع واللي بيقول الاهلي يبدا اجراءات قيد والتر بواليا باتحاد الكوره، وده هيكون امر طبيعي لكن هننتظر ايه اللي هيحصل في الامور. لسه ممكن يكون في بعض التفاصيل في تحديدا هذا الاتجاه وهذه الجزئيه في انتظار طبعا اعلان النادي الاهلي رسميا والتر بواليا هيقيد على حساب مين، هنشوف. لكن في كل الاحوال والتر بواليا اضافه قويه جدا جدا لخط هجوم النادي الاهلي، لاعب مميز جدا في الحقيقه يعني كان واضح عليه من السنه اللي فاتت. خلينا نروح لحساب يلا كوره على فيسبوك واللي بيقول بعد التسعين تعادل الاهلي ودجله كيف يؤثر قرار على مسيره فريق؟ وهنا يعني رؤيه تحليليه ونظره تحليليه لاداء النادي الاهلي في مباراه الامس، وهنا بيتكلموا كمان على قرار لاعب ممكن يؤثر بشكل او باخر على مسيره فريق. وهنا تطرقوا لحسين الشحات والقرار في انه مثلا ما بصاش او في كره اللي طولت منه اللي كان 3 على 2 او 3 على 1، فبالتالي القرارات دي ممكن تاثر في مسيره فريق في مسيره مدير فني كلام من ده. يعني انا يعني مختلف معاهم في الجزئيه دي تحديدا، لهم كل الاحترام والتقدير، لكن انت لسه بدري في بطوله الدوري يعني. انت اولا ماشي بشكل جيد جدا، كسبت اول 3 مباريات 9 نقط، تعادلت امبارح مفيش مشكله خالص، وعندك ظروف ادت لهذا التعادل، ظروف مختلفه في الحقيقه. لكن في نفس الوقت انا ضد السبوت اللي اتحط على لعيب بعينه عشان يعني يبقى هو اللي يشيل الليله. هو اصلا مفيش ليله ولا في اي حاجه سلبيه، انت اتعادلت زعلانين ان احنا اتعادلنا مفيش مشكله، لكن طبيعي هتتعادل وطبيعي هتخسر. احنا عايزين دايما الاهلي يكسب، لكن هي دي كره القدم، انت لازم هتتعادل ولازم هتخسر، انت ما بتلعبش لوحدك. لكن في كل الاحوال الفرقه كانت كويسه امبارح مش وحشه، اللاعبين دول اول مره يلعبوا مع بعض بالمناسبه، فبالتالي الانسجام ممكن كان يبقى قليل لان كلهم لسه ناس جديده جايه على الفرقه، ناس كانت اعاره ورجعت، ناس قديمه موجوده، فدي توليفه لازم تاخد وقت عشان تبقى يعني تنسجم مع بعض. بخلاف طبعا ال 11 لعيب اللي غايبين، فايضا غيابات ايضا مؤثره. لكن في كل الاحوال رؤيه تحليليه تحترم من يلا كوره ومفيش اي مشكله خالص. خلينا نروح كمان للوتر سبورت، وانا هقف بقى هنا شويه، يعني هقف هنا شويه. قال لك ايه حسين الشحات يعمق جراح موسيماني قبل لقاء سونديب في دوري الابطال، ليه يا سيدي؟ ايه اللي حصل؟ في ايه يعني؟ ده برضو يعني ممكن تكون مع كامل الاحترام للزملاء اللي كاتبين الخبر ده، ممكن برضو يكون ترصد لمستوى لاعب بعينه. وانا هنا بصراحه مش بدافع لمجرد الدفاع، يعني عايز اقول لك على حاجه، لو حسين الشحات ده مثلا عامل السنه اللي فاتت موسم سيء جدا يا عم ماشي عادي اوكي هيبقى عندك، مش هقدر افتح بقي. لكن حسين الشحات انا مستغرب بصراحه، فجاه كده حسين الشحات هو وحش ومش عارف ايه وكده. حسين الشحات السنه اللي فاتت عامل موسم ممتاز، حسين الشحات جايب اهداف مؤثره جدا جدا، الموسم ده بادي بشكل جيد، فليه بيعمق جراح موسيماني؟ وهي اصلا فين الجراح اللي عند موسيماني ده؟ راجل واخد افريقيا تمام واخد كاس مصر، هتقول لي مباراتين هو اللي جاب البطوله، موسيماني اللي جاب البطوله، فايه فين الجراح اصلا عشان تعمق يعني؟ مش عارف، ساعات بتبقى في عناوين كده غريبه وتقدر تستشف منها يعني اتجاهات معينه. في كل الاحوال لو حسين بيتفرج علينا دلوقتي، يا حسين ما تركزش في مثل هذه الامور خالص، الدعم كله ليك، المسانده كلها ليك، لعيب كبير جدا 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 وهتساهم في عدد اكبر كمان من بطولات الفتره الجايه مع النادي الاهلي. ومش هنسى في الحقيقه ولا كلنا هننسى هدفه في مباراه الوداد، هدف رائع، مجهود فردي مميز، تصرف رائع، اهدافه المختلفه من هدافي بطوله دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي السنه اللي فاتت يعني حسين الشحات. فحسين كل الدعم والتوفيق ليك، واثقين فيك ثقه كبيره جدا جدا، لعيب ممتاز يعني. خلينا نروح للاهرام وحسابهم على تويتر، وبيتكلموا على ان بعثه سوني ديب تصل القاهره استعدادا لمواجهه الاهلي، وهي خلاص وصلت في ساعه مبكره من صباح اليوم زي ما مكتوب في الخبر ده، وهيستعدوا لمواجهه الاهلي باذن الله يوم الثلاث اللي جاي. طيب دي كانت اهم وابرز الاخبار في ترند الاهلي، هروح لفاصل بسرعه وبعد الفاصل لسه عندنا اخبار عالميه مهمه، يلا بينا. سريعا خليني ابتدي الترند العالمي، وانا ببتدي الترند العالمي خليني اقول لحضراتكم ابرز خبر لسه من دقائق. باريس سان جيرمان اعلنوا تعيين بوكيتينو المدرب الارجنتيني مديرا فنيا خلفا لتوماس توخيل اللي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج، فهنشوف بوكيتينو الفتره الجايه مع نيمار ومبابي وبقيه نجوم باريس سان جيرمان هيبقى موقفهم ايه. لكن خلينا نروح لحساب الدوري الانجليزي على تويتر واللي بيقول انه تم تاجيل مباراه فولهام وبيرنلي
بسبب تزايد عدد حالات كورونا في الفرقتين، وتحديدا فولام عندهم حالات كتير جدا، بدليل طبعا ان مباراه الجوله اللي فاتت ما بين فولام وتوتنهام اتاجلت بسبب نفس القصه. فانا اتمنى لهم الشفاء السريع، لكن في كل الاحوال خلاص المباراه هيتم تاجيلها. نروح لخبر اخر، وهو خبر مهم جدا في الحقيقه، من حساب ديلي ميل على تويتر، واللي بيقولوا ان مانشستر سيتي هيقدم 100 مليون جنيه استرليني او 90 مليون تحديدا علشان يتعاقدوا مع هاري كين من توتنهام. هتبقى صفقه جبار، هتبقى صفقه قويه جدا، واكيد هتكون مفيده لمانشستر سيتي. بس هل توتنهام هتتخلى عن احد ابرز نجوم الفرقه مع بجانب سون؟ الله اعلم، هنشوف خلال الفتره اللي جايه. بالتالي سون وتقارير اخرى بعد تالق الثنائي سواء هاري كين او هيون مين سون في الدوري الانجليزي تحديدا مع توتنهام، وصناعات اهداف كتير واحراز اهداف كتير من الاثنين، فبالتالي كمان زيدان بيفكر في التعاقد مع سون خلال فتره الانتقالات الصيفيه المقبله. هنشوف، سون لاعب مميز جدا في الحقيقه ايضا. طيب دي اهم وابرز الاخبار العالميه، لكن تفاعل حضراتكم معانا كان ايه من خلال حسابات قناه الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا؟ وكنا بنسال حضراتكم ايه اللي بتتمناه للنادي الاهلي في العام الجديد 2021. نبتدي بمحمد خليل اللي قال كاس العالم للانديه ان شاء الله، يا رب ليه لا. مصطفى هاشم قال كمان كاس العالم للانديه ان شاء الله، ماشي. محمود صلاح قال ان شاء الله نحقق نتائج كويسه في كاس العالم للانديه ونحقق ميداليه، اهو ده منطقي نوعا ما، رغم ان الطموح والطمع في الكوره حلو جدا بصراحه، نقدر يعني المنافسه تبقى قويه ان احنا ناخد كاس العالم للانديه، تبقى انجاز ما بعده انجاز طبعا، لكن مفيش حاجه بعيده عن ربنا باذن الله. يعني دي كانت ابرز تعليقات حضراتكم في يعني فقره التفاعل وتواصلكم معنا من خلال صفحات القناه على السوشيال ميديا. كمان دي كانت حلقتنا النهارده من ترند، ليس لدينا المزيد، وغدا باذن الله تعالى كل الجديد من نفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء.